السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم مشاهدينا الأحبة. واليوم أنا وإياكم مع تجمع روافد الشبابي وندوة بعنوان عاشوراء نهضة وعي، متابعة طيبة. سنحاول في هذه الندوة أن نركز على الحسين الصامد، الإنسان المتكامل، الإنسان المتكامل، البصيرة النافذة والاستراتيجية الألمعية والذكاء الفائق والوعي النموذجي الذي يسير عليه الحسين قولاً وفعلاً. لن نخبركم إن الحسين بقى وحيداً يوم العاشر، ولن ننعاه بأطوار أهلنا الشجنية الحزينة، ولن نتطرق للخيل الأعوجية ولا للسهام ذات الثلاث شعب. سنأخذ الحسين كموضوع ندوة وهو واقف شامخ عامل واعٍ سوي متحضر متقدم التفكير وصاحب مسؤولية. عنواننا هو عاشوراء نهضة وعي، لذلك سننهض بوعينا من خلال هذه الندوة ومحاورها، وبمباركة من سيد الوعي وحضوره البهي في قلوبنا وعقولنا وإن شاء الله أفعالنا، لنحاول أن نرتقي جميعاً بنفح من نور سيد الشهداء لمصاف أفضل وروح نموذجية أسمى يحركها الوعي الحسيني والمواقف العاشورائية النبيلة العصامية. الحسين كإنسان، عند دراسة حياة وسيرة الإمام الحسين نجده عظيم، تلقى علومه وتصاريفه السلوكية والمعرفية على يد أساتذة كبار وشخصيات متكاملة، وتربى بأسرة نموذجية حقيقية. كيف انعكس تكامل الحسين كإنسان على تصرفاته؟ وما هو تأثير هذه التكامل على نفسيات من يتبعه ويتخذه قدوة في حياته؟ ما هي الخطوات التي يجب على كل إنسان أن يقوم بها لمجاراة الإمام الحسين في النمذجة السلوكية في الأفعال والأقوال؟ عندما ننوي دراسة الحسين كإنسان ينبري لنا منهجه المتواضع والمحب، فما هي قيم المحبة والسلام التي نتعلمها من الحسين عليه السلام، ولا سيما وإننا نحتاجها في هذا الزمن المشحون بالكراهية والإقصاء وحب الذات؟ هل نستطيع أن نكون مثل الإمام الحسين؟ هذا السؤال يجب أن نطرحه ونعرف خطوات تطبيقه. الحسين كقائد وعي، عندما نحلل أفعال وأقوال الإمام الحسين عليه السلام نجد فيها الكثير من المناهج السابقة لأوانها وعصرها. ما الذي يمثله الحسين من قيم؟ وكيف تبوأ هذه المكانة الرفيعة في مجال صناعة الوعي؟ إني لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولكن خرجت لطلب الإصلاح. هذه الجملة كبيرة في المعنى، ما هي دلالاتها وما هو ارتباطها بمفهوم الوعي في العصر الحديث؟ ما هو الدور الذي يمارسه الإمام الحسين عليه السلام في جذب وتكوين وسلوكيات وأفكار لدى الشباب؟ وما هي أدواته سلام الله عليه؟ هل يمكن اعتبار الإمام الحسين واحد من أهم مؤسسي نظام الوعي والإدراك في أقواله وأفعاله، على اعتبار أن الوعي يعني التحرك وفق دراسة منهجية للأوضاع والمكان والتداعيات؟ هل يمكن اعتبار عاشوراء هي المصداق الحقيقي الأعلى لإثبات الدرجات العليا التي يمتلكها الحسين من الوعي؟ وكيف نرد على بعض من يقول إن تحرك الحسين كان بدافع سياسي أو انتحار على المستوى العسكري وغاب عن تحركاته الوعي حاشاه سلام الله عليه؟ بهذه الكلمات والأسئلة البسيطة نبدأ ندوتنا الحوارية التي نحاول فيها أن نثير مجموعة من التساؤلات التي تصبو في عنوان هذه الندوة، وسنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الذي عمل على دراسة وتنقيح التاريخ الإسلامي من الشوائب والموضوعات، وتقديمه برؤية تنموية وتحليل نفسي لشخصياته وكيفية ربط التاريخ بالحاضر وأخذ الدروس والعبرة منه، وله عدة برامج ومحاضرات في التاريخ الإسلامي الحديث، منها بنيان مرصوص السيرة النبوية، الحسين إصلاح وتغيير، قراءة نفسية لأعداء الإمام الحسين، وكذلك أبدى اهتمامه بمجال التوحيد ومحاربة الإلحاد
إذ أخذ على عاتقه وقف المد الإلحادي بين الشباب، فكانت له العديد من المحاضرات واللقاءات والبرامج التلفزيونية، ومنها الإيمان والإلحاد، إله الملحدين، نهو الحقيقة. هذا من جانب، ومن جانب آخر له العديد من البرامج واللقاءات في القنوات الفضائية حول التنمية البشرية وشؤون الأسرة والمجتمع، وقد حققت نجاحاً كبيراً، ومنها نظم حياتك، نفس وما سواها في دقيقة، لنرتقي معاً مع الناجحين. لنرحب معي سوياً بالدكتور حازم الدوس العتابي ليتفضل مشكوراً. هذه القصة هذه قبل 20 يوم جيت من كندا، كانت عندي هناك محاضرات آخر يوم، فكانت عندنا دورة بالليدرشيب بالقيادة، أمم متحدة كل العالم موجودين. كانت الدورة تتكلم على تحفيز القائد، القائد شلون يحفز الجمهور مالته. فكان أكو لقاء بيني وبين أمريكي وبين واحد صيني، كل واحد راد يسولف تاريخياً شنو القيادة اللي عنده واللي شلون كان يحفز الجمهور مالته. ابتدى الصيني قال كان اكو في الولايات الصينيه سنه 265 ميلاديه كان اكو قائد اسمه واو تشين. هذا القائد واو تشين عنده حروب مع مدينه جنوبيه ومدينه شماليه، فقال خلي بلي المدينه الجنوبيه اخلص منهم. حارب المدينه الجنوبيه، اقتتل منهم في المقتل العظيم وأسرهم وأسر الأمير مالته، بس هو حتى يحفز وحتى يحتوي الآخر راح يملوا الجنود الأسرى اللي هم كلهم مكبلين، راح مكان ميهينهم راح يتوسلهم. أنا آسف جدا، أنا أعرف أن أدعوكم أطفال وعوائل، ففك الأسر مالتهم وطاهم أكل وشرب وطاهم فوقها فلوس واعتذار لهم كلهم ورجعوا لهم. راح الأمير مالتهم همين قال أنا آسف، أنا أعرف أنك تحب النصر بس ما حال هذا النصر، هو حجة ومعزز مكرر المدينة، قال ما عندي اشياء. طبعا هذا القائد الخاسر كأي قائد يعني ظل تحس بقلبه شلون يصير. جمع الجنود مرة ثانية ورا فترة سوى هجوم ثاني. اللطيفة انه الضباط مالته والجنود هم اجوا اسروا وسلموه للقائد المنتصر ابو تشين. قالوا هذا ما يستحق التقدير لانه ما يغزل فيه. واعتقد اكثر الناس من يغزل فيه يعني. فلزا مرة ثانية قال لو تعيدها 1000 مرة أنا راح أعفى عنك، لأن أنا طلبت إن أعفى الآخرين ما عندي مشكلة إيش أسوي. بالمرة الثالثة هذا إجى هو جاب جنوده وجاب أهله وناسه قال أنا في خدمتك حتى نحارب المدينة الشمالية. الصيني اشتكى. إجى الأمير اللي يتكلم على الرئيس الأمريكي في ستينيات القرن الماضي. قال رئيسنا إجى قال إحنا نكون في هذا العقد في أحد الستينات إنه إحنا نريد كنا نشتغل وعولنا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن يكون هذا العقد ينزل أول رجل في العالم على سطح القمر. هسه إحنا بغض النظر هم الأمريكان في سنة 69 فعلا ونزلوا رجل أو ما نزلوا، هذا الموضوع يتكلم صحفي وهذا الحديث يعني تنمية الأمل. يقولوا فترة رحت إلى وكالة ناسا، وكالة ناسا هي طبعا مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الجانب الغربي على المحيط الهائج. يقول راح شفت المهندسين اكيد مخبوصين والمهندسين بعد يشتغلون بحماس. يقول الرئيس وش حفز من هاي السنه 10 احنا نحقق انه ننزل اول انسان على القمر يكون امريكي. يقول هذا عادي ما تفاجئت، تفاجئت اللي لقيت الرجل اللي كالناس هسه اللي عامل الخدمه يقول لقيت كذا ينظف في القاع بعنف كلش خليها تلمع. قلت له انت شنو شغلتك؟ قال لا انا دا اساهم في ارسال اول رجل امريكي الى ارض القمر. فقلت هذا شنو هذا؟ قلت له مأثر بالرئيس الامريكي بعد حتى هذا الانسان البسيط صار عند الحافز. قال له انت العربي شنو اللي عندك؟ قلت له والله انا عندي مثلين بالتاريخ العربي والاسلامي عندنا. المثل الاول اللي درسنا اياه بالابتدائي كنا مثل القائد العربي اللي احنا نسميه القائد العربي، هو مو قائد عربي طارق النسيان، هو تبع للعلم، هو مازيغ الرجل يعني. القائد العربي هو المولى مالنا موسى بن نصير. واضح من حرق السفن البحر من وراءكم العدو امامكم، قالوا اي هذا خوش النموذج. قلت له انا عندي نموذج اخر اعتقد افضل بكثير بما اشوفه انا، لانه هذا
إنه اللسان راح أحكيكم عليه قد يكون أغرب قائس في التاريخ. قالوا إشلون يكون أمي؟ عادة الناس متحفز وهسه قاعدة كلها يسووها، هسه بالانتخابات يسووها بالحروب، يعطون سيارات، يعطون مناصب، يعطون فلوس، يعطون يعطون، انتم قائد مالتي سوى عكس هاي كلها يعني. انتم هذا القائد من راد يقوم بالثورة مالته وراد ينتفض على الحكم الظالم. قلت لهم تعالوا اتبعوني بس اللي يجي يتبعني راح اخذ روحه. قالوا شنو اخذ روحه؟ مو ايش قال والله شعري هو قال اللي بيجي ورايا راح الدم مالته اخذه راح يموت. قال وانا كل شهر ما هو يشكر في سطر واحد الحسين سلام الله عليه من لحق بنا استشهد ومن لم يلحقنا لم يدرك الفتح. قال شلون قال انت مو هذا قائد ايش يسوي؟ سلام الله عليه لان كان رائد صادق من نموذج اخر غير النموذج اللي كان فيه حسب روايه الامير ابو فينيسي انه يقول القائد لازم يكون اذا حدد بين ان يكون مهابا او محبوبا خلي يكون مهاب الهيبه مال القائد ليس محبوب. هذا الشرح يوديني الى فد رؤيا. فد رؤيا اكو كتاب جوستاف لافان اكيد المهتم للثقافه العامه قاري ونربطه بالحسين سلام الله حتى نفهم ان رؤيه هذا الرجل وين كانت وشنو النجاح اللي سواه شنو التحفيز اللي سواه هذا الرجل اللي انت ياخذ دماء أنصار ما فيش واحد بالدنيا كلها ترى بس الحسين سلام الله عليه. جوستاف لافان هذا فيلسوف وجراح فرنسي. انولد سنة 1841 توفي سنة 1931 90 سنة. المسكين كان يتمنى انه يصير استاذ في جامعة باريس رفض. لكن بعد ما ألف الكتاب العظيم مالته اللي لحد الآن يعتبر المرجع الأول والأخير للحركات الجماهيرية اللي هو سايكولوجي الجماهير انصح بقراءته جدا يعني الف سنه 1895. هسه شنو ربط جوستاف لافان بالحسن؟ نشوف هسه شنو ربط جوستاف لافان. يقول الحركات الجماهيريه هي اكو نوعين من الجماهير، اكو جماهير تطلع منظمه وجماهير غير منظمه. الجماهير غير منظمه الازدحامات اللي عندنا بشارع بغداد بركه السيطرات مثلا بوست بالمولات تلقاها ناس ازدحام بس ما طالعه لهدف معين. وكلها جماهير تطلع لهدف معين واحد انه طالعه مثلا جماهير تطلع مظاهرات عندهم هدف معين، جماهير رايحه زياده الاربعين عندهم هدف معين. جماهير تروح الى مباراه كره قدم وناخذ نوقف شويه. اللي يعرف بحراره الشعوب منو اكثر شعب منظم بالعالم؟ واتكيته ومرتب وكل شيء فيه متحضر يعني واضح اللي طالع وشايف هو الشعب الانجليزي كلش يعني القلاص اللي عجج منا والشوكه منا واكسكيوز مي وي وحتى يسموهم شعب سوري مو شعب كامل كلش مرتب. اكيد قاعدين هنا الاخوان عرفت انه اكو رياضيين قاعدين. منو اكثر دوري بالعالم بشغل؟ انجليزي واضح اللي هو احلى دوري بالعالم. هذا مو تناقض؟ شنو اكثر شعب بالعالم من جهه جهه ثانيه هو اكثر شعب بشغل بالعالم؟ لا مو تناقض. اللي يقرا سايكولوجي الجماهير شوف مو تناقض. يقول الجماهير من تكون مفرده تتصرف بطبيعتها، لكن تكون جماهير مجموعه كلها تتصرف غير شخصيه. على رايه وعذرا لاخواتنا الموجودات يقول الجماهير من تكون مجموعه تتصرف تصرف الانثى. ايش نص العباره مال جوستاف لافان سلام الله عليه وقت مو انا قال شنو تصرف الانثى؟ يقول تتصرف بعاطفتها. فبالتالي يقول له الف اينشتاين، اينشتاين الاذكى بالعالم يجتمعون هو اينشتاين واحد الاذكى بس يصير ضمن الف واحد يطلعون مظاهره عقله يروح انت. لذلك بالمظاهرات وبالتجمعات الجماهيريه وبالملعب كره القدم العقل الجمعي هو اللي يشتغل. شو يحتاج يقول هاي الجماهير حتى تسيطر عليك؟ تحتاج تصيح بصوت عالي بصوت عالي. ها شفت المظاهرات مالتنا بصوت عالي وتردد عبارات كلها وعود خاويه مو صحيحه. تقول الجمهور هو اللي يصدق ما لك علاقه انت ايش تحكي. وعيد العبارات سين سوف ساء وراح اسوي الكل. من يطلع عاده بهاي الجماهير تقول الناس الملولين وعاده يخليها الناس اللي تبحث عن فرص عمل. واتمنى هالتجربه المسؤولين العراقيين يستفيدون منها واكيد راح يستفيدون. والناس اللي مو كلش فقراء
لأن يقول التأثير اللي صار بعد ما صارت الثورة الفرنسية ب 1789 إنه الجماهير طلعت بالثورة الفرنسية بعد ما تحسن وضعهم الفرنسيين بعد ما اللويس سوى إصلاحات نسبية. وحتى الثورة البلشفية في روسيا 1917 اللي صارت فيها ثورتين شهر شباط وفي نوفمبر بعد ما سوى إصلاح الأمير الروسي، فيقول الفقراء 200 فقر شوية اللي صعد، والناس اللي مو مبدعين اللي يحاولون يثورون على كل شيء، وبعد الأشياء التي لم تكن، وذلك كلهم إذا تجمعهم تطلع فد بودقة. طبعاً يضيف لهم إريك هوفر، إريك هوفر صاحب كتاب المؤمن الصادق وكلش صاحب قراءته. إريك هوفر هذا الأمريكي اللي ألف كتاب سنة 1951، والرئيس الأمريكي رونالد ريغان تذكروه الكابوي أكرمه سنة 1984 بوسام الجمهورية الأمريكية. إريك هوفر كان يشتغل، كان يشتغل حمال، نعم حمال في ميناء سان فرانسيسكو. المؤمن الصادق يعتبر من أهم 10 كتب في التاريخ، في التاريخ وبرا يعني في كل الدول الغربية. يعني هو كتاب المؤمن الصادق ساكلوجيا الجماهير بكافي لسه تغير، كانوا يعتبرونه ثالث كتاب إنه ما يصير أي سياسي إذا ما قرأ ذي الكتب وهذا. هسه إجا مكانس روبرت غرين وأهم أنصح بقراءته. إحنا كنا نطلع على الحضارات الأخرى شلون يفكرون. روبرت غرين الصحفي الأمريكي اللي يتكلم 6 لغات ألف كتاب عظيم جدا اسمه 48 قانون للسطوة. يعني يقول واحد اللي يسيطر على الناس وعلى الجماهير، هذا 48 قانون يشتغل عليه راح يسيطر على الجماهير. هذا نرجع لجوستاف لافان والإريك هوفر، يقولون أنت دول الجماهير حتى تسيطر عليهم، دول الجماهير الهائجة دائما اللي جاية عنف، تطلع مظاهرة تريد جيش يقاتل، إياك إياك أن تخاطبهم بخطاب عقلائي. شلون أخاطبهم؟ يقول لا، إذا خطاب عقلائي ما راح يسمحوك أصلا، المفروض أنت تخاطبهم بخطاب عاطفي فقط، خطاب عاطفي اشتغل على عواطف. من نرجع إلى كربلاء نشوف الإمام حسين سلام الله عليه، يعني هل توافق مع جوستاف لافان إنه خطابه في كربلاء على العام بالأغلب كان خطاب عقلائي لو عاطفي؟ جوستاف راد خطاب عاطفي حتى يتأثر على الجماهير. نشوف الإمام سلام الله عليه كان خطابه عقلائي أكثر، خطابه عقلائي مو عاطفي. من الصحيح حسين لو جوستاف لافان؟ جوستاف لافان طبعا علميا اثبت صحته. لعلش حسين خالف، وانا اقول دائما من احنا نتكلم عن الامام سلام الله عليه مشكلتنا، ونرجع للخطاب العقلاء العربي، مشكلتنا احنا ما عرفنا نصدر القضيه الحسين حقيقه، خليناها ضد الجانب الشيعي وكانما الحسين مثل الشيعي، هو ما مثل الشيعي الحسين، مثل الانسان. لذلك تطلع برا نشوف تتكلم مع فلاسفه مع مفكرين مع مصلحين غربيين ويا اكثرهم بالغرب والشرق، يعني عذرا اكثرهم ما سامعين بحسين سلام الله عليه، اي ما سامعين به، يستشهدون على بوذا، واو بوذا فشي كلش يعرفه، يعني احكي لهم على كونفوشيوس كلش يعرفه كونفوشيوس، احكي لهم على زرادشت ابو المجوسيه كلش يعرفه سامعين اكو اكو تصديرين. احنا مثلا اذا نحكي على بوذا هنا اكثر هسه قاعدين يعتقدون ان بوذا هندي مثلا، هو بوذا مو هندي اصلا ما نعرف. احنا عندنا مشكله مثلا حتى مع التامل مع بوذا، مع الامام يسوي مقارنه كبرى في محاضره وكتاب موجود بين بوذا والحسين، احنا ما عرفنا صدر. اتذكر نرجع للقصه طبعا ان شاء الله. اتذكر ب 2009 رحت للفاتيكان، الفاتيكان اللي اصغر دوله كيلو ونص من كيلو ونص في احد ضواحي روما في ايطاليا. كنت انا مجموعه اطباء زملائي ورحنا هناك، انا كلش احب الحضارات وكلش مغرم بدراسه الاديان. فرحنا صار وقت الصلاه، اكو ضاحيه كبيره بالفاتيكان. صار وقت الصلاه فقلت لهم انا كنت اصلي. قالوا لي اصلي، طبعا كان المد حرب العراق، هنا بالعراق ما شاء الله الحرب الطائفيه بعد ما منتهيه كلش، بعد آثار سبتمبر موجودة اللي تسوي اعتبر تحدي هنا، عفوا اللي تخلوا عني وراحتهم الله عيب، انتم الله العيب سبحانه وتعالى وقت الصلاة ظنكم نصلي.
صليت صلاة الظهر، اللي راح يفتح كان يعرف في الباحة كبيرة كل شيء، كل شاشة بالصور يطلع البابا يحيي بيه الجماعة. حسيت أكو واحد واقف خلفي. أنا أتكلم على التسويق، الماركتينج اللي إحنا كلش فاشلين فيه. كملت الصلاة قال لي آمين. طبعًا آمين تعرفون هي كلمة مو عربية بالأصل يعني. سوف تكون أصل سير مو عربي. فشفت أحد القساوسة المحترمين لابس بياض كله. بالإنجليزي قاعد يتكلم وياي. اللي شعدك أنت هنا جاي؟ قلت له طبيب من العراق وجاي هنا عندي دورة طبية في إيطاليا وحبيت أزور الفاتيكان. قال لي زور الفاتيكان يعني ليش تشعر بالطب؟ قلت له أنا عندي اهتمام بدراسة التاريخ والحضارات. قال لي يعني ما لقيت الصلاة إلا هنا بالبحر عاد يعني هو عبادة الله واحد وأي مكان إلا أنت يعني. قال لي بس أنت شيعي إيش نص المرة؟ قال لي أنت شيعي عشان شلون عرفت؟ قال لي صلي مسدد أنت يعني. واو يعني ما شاء الله حاطين تفاصيل لكل شيء مسلمين. وطبعا هم يذبون الحطب على النار مالتنا عذرا بين قوسين للغباء الاسلامي هذا اللي هذا السني وهذا الشيعي وهذا الموضوع اكبر بكثير ويحاربك كمسلم قبل كل شيء يعني. المهم قال لي فتت بالمكتب، المكتب اللي راح الفاتيكان كانت مكتبه عملاقه فيها مخطوطات نفيسه وفيها نت قوي وفيها سيديات فيها فيها قلت له ايه فيك شفته؟ قال لي لا مش شفته. قلت له شنو شفته؟ قبل الصلاه فيك شفته؟ قال لا امشي يعني. اخذ فتنه جوا قال لي امشي امشي عبر 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 فوت هنا. قلت له انا ممنوع فوت. قال لي شنو ممنوع؟ انا مصري. فتت شفت مجموعه يعني في البندقه صغيره مكتبه صغيره من المكتبات هاي مجموعه كتب فيها بالانجليزي وبالعربي طبعا موجود. قال لي افتح كتاب التورط شفت احمد. قال لي افتح احمد هنا. فتحت الكتب مجموعه هسه بدء 100 200 كتاب من الكتب كلها تتكلم عن الامام حسين سلام الله عليه في داخل عجيب حسين جابر الفاتيكان. حسين جابر الفاتيكان قال احنا بعد احداث سبتمبر قلنا كنا نتوقع انه الاسلام راح يدمر بالله احنا كنا خايفين. فالاسلام صار اللباس الارهابي اللي بيه فقلنا راح بعد عهد الاسلام. بس ما شاء الله يعني دائما عندهم دراسات حقيقيه في الغرب دائما. فكل دراساتنا شوي بتقول لنا العكس انه الاقبال على الاسلام زاد بعد احداث سبتمبر. فصلنا كل طائفه من طوائف المسلمين شنو اسبابها. هسه انا اللي يخصني بس مذهب اهل البيت. اللي يخصنا هو موضوعنا مو اللي يخصنا انا المذهب الشيعي. قال لي شفنا يمكن المذهب الشيعي الشيء الاساسي في انتشاركم في الغرب مع ضعف الامكانيات اللي عندكم شخص هو الحسين فرنانديز. هذا الشخص هو انا اقول ناقل الكفر ليس الكافر. ايش نص عبارتي يعني؟ على قولته ايش نص؟ شكرا للرب انه انتم اغبياء. نصا شكرا للرب انه انتم اغبياء لانه ما عرفتوا تسوقون هذا الرجل العظيم للعالم. فعلا مش بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المحاضرة للدكتور حازم كانت قيمة جدا واستثارتنا بعض الأمور، وأما هي تصدير الثورة الحسينية ليست فقط واقعة الطف وإنما الرسائل التوعوية اللي طالب بها الحسين عليه السلام إلى أهل بيته وإلينا إحنا بالذات. يعني هذه الرسالة اللي عبر آلاف السنين لكي نستفاد منها في مجتمعاتنا، في تربية أطفالنا، في مؤسساتنا الحكومية. نأمل من جميع المؤسسات والوزارات أن تقوم بهكذا محاورات وندوات وورش عمل لغرض التوعية والتثقيف وإرسال هذه الرسائل الحسينية. حقيقة أساساً يعني موضوع الندوة هو الموضوع يعني جاذب، يعني كعنوان موضوع جاذب، موضوع النهضة الحسينية وأي شيء يخص الحسين سلام الله عليه هو أكيد موضوع يعني يستحق الاهتمام والنظر فيه. الشيء اللي أنا متابع دكتور حازم من خلال لقاءاته التلفزيونية وبرامجه، الرجل يعني حاول يربط هذا. طبعا هذا الشيء نحتاجه احنا استلهام النهضة الحسينية لأنه الحسين قيمة كبرى إنسانية، الحسين عبرة وعبرة، الحسين منهج إنساني خالد. حقيقة كان الموضوع مو يعني مثير ومهم.
لكن أعتقد كان يحتاج تفصيل أكثر، يعني الموضوع يحتاج أبعاد أكثر، يحتاج دراسة تكون أكثر. طبعاً لا يسع الوقت لأنه الوقت يعني مختصر، وقت الندوة أكيد، لكن هناك شيء مهم يعني أنه الحسين، كل شخص يرى الحسين بطريقته الخاصة، فكل إنسان يرى الحسين، لذلك نحتاج أن نرى الحسين بشكل أكبر. الحسين الأصلح، لكن أي أصلح؟ الإصلاح الحقيقي نحتاج إحنا، وهنا هو هذا الموضوع المهم، خاصة في الظرف اللي نمر فيه حاليا، يعني نحتاج الإصلاح الحقيقي، الإصلاح الذي يبني الإنسان من الداخل، وأن يكون الإصلاح قلبا وقالبا وليس لقلقة اللسان وكلام فارغ. طبعا حيثيات قراءة كلام الإمام المعصوم حيثيات كثيرة، وربما اليوم شاهدنا قراءة من الناحية الأكاديمية وهم مهم جدا، اللي هي مقارنة بالمدارس الأخرى أو كيفية استغلال الجماهير أو عن طريق المنبر الحسيني، لكن طرح الإمام الحسين هو الأمر المهم، أو مثل ما سماه الدكتور هو تصدير الإمام إلى العالم. ماذا نريد أن نطرح؟ ربما كنا في مرحلة من المراحل نحتاج ربط الناس بأهل البيت، واليوم نحن بحاجة إلى طرح فكر أهل البيت في إدارة الدولة أو في التعامل مع المجتمع، أو على الأقل نفهم ما الذي أراده الإمام الحسين. نحن نرى أكبر دليل على أن ما أراده الإمام الحسين حقيقي هو الاستمرار، يعني بقاء ما فعله الإمام الحسين خالدا متجددا طوال هذه القرون. هذا أكبر دليل على أن ما جاء به الإمام الحسين هو أمر كوني، يعني أمر مرتبط بالإرادة الإلهية الكبرى أو الهدف السامي لإنزال الإسلام الذي هو الدين المستمر وتسلسلت عليه الشرائع. إذن نحن اليوم أمام رؤية رائعة جدا، أنه اليوم تصدير الإمام الحسين بطريقة كيف تصنع حياتك عن طريق الإمام الحسين، كيف تستثمر وقتك، وكيف تربي أولادك، وكيف تربي نساء بيتك. يعني هو موضوع كيف تنصر الإمام، أو النداء هل توقف؟ يعني عندما وقف الإمام الحسين بباب الخيمة ونادى ألا من ناصر، هذا كان محصور بزمان معين أم أنه ممتد؟ وإذا كان ممتدا فربما من كان موجود بقرب الإمام سل سيفه. أنا اليوم في القرن 21 2022 ماذا أفعل لكي أقول لبيك أبا عبد الله؟ طبعا بالحفاظ على المبادئ العليا للإسلام، نزولا لكل ما جاء من توصيات النبي وأهل البيت سلام الله عليه. هذه هي الندوة فكرية لثورة الإمام الحسين، هذه الثورة الجبارة، هذه الثورة التي حققت كثير من الأمور للأمة العربية، وكافة هي ثورة ليس شيعية، وإلى الحسين ليس للشيعة فقط، وإنما هي الثورة لو تحسبيها لكل العالم، كل البشرية، لأنها علمت الحرية، علمت حتى الديمقراطية، علمت كيف الإنسان يكون حرا في الدنيا والآخرة. كل هذا كذلك سمي الحسين أبا الأحرار. الحسين ثورة حتى تكون هناك ثقافية فيها متنوعة، من الطفل الذي استشهد عبد الله الرضيع، ومنهم السبايا، ومنهم الكثير، هذه كلها دروس وعبر لهذا المجتمع العالم الإسلامي. أقول الحسين سلام الله إحنا ظلمنا، لأن خلاها من البودقة الشيعية الضيقة، وقد تخللتها كثير منها أساطير، أو هو جلد الذات والتقصير تجاه النفس والمظلومية اللي لحقت بمحبيه صار 1400 سنة. أعتقد آن الأوان أنه نصدر الإمام برؤية جديدة مع المحافظة على العقائد والمهام كقائد ملهم بعيدا عن العصمة، ويقينا هو معصوم، لكن الجهات الأخرى اللي ما منتمي للدين الإسلامي والطوائف الأخرى هي غير ملزمة بالأفكار لأنه هو قائد معصوم، فبالتالي دون قائد ونخلي منافس مع القائد الآخر. ولذلك أنا في كتابي علمني الحسين خليت مقارنات مع القائد التاريخيين والحاضرين مع الإمام الحسين، وشفت شنو الفروقات كبيرة جدا، أن هذا الرجل اشتغل لله سبحانه وتعالى بيور خالص 100%، لذلك كان النجاح، لذلك كان الخلود لثورة ما صارت لها بديل في الدنيا كلها في كل القارات الخمسة في الأرض الموجودة. اليوم حضرنا منتدى تجمع شباب، وخير ما اختاروا قضية الحسين عليه السلام، لأن الحسين عليه السلام يمثل الإصلاح، يمثل ضد الفساد، الحسين يمثل الثورة التي تريدها الأمة، عندما قال جل وعلا وكنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الحسين كان يمثل هذه الآية، لأنه حقيقة اليوم الشباب اتجه الانحراف، أصبح فيه فراغ روحي، فنحتاج إلى ثورة الحسين في نهاض الأمة، في إصلاح
الأمة عندما قال لم أخرج أشرا ولا بطنا ولا مفسدا ولا ظالما. ماذا يريد؟ يريد هنا حراك سياسي، عملية تصحيح الأمة ضد الفساد، عملية تصحيح الأمة ضد ما يظلم الإنسان للإنسان الآخر، عملية إنسانية، لأن الحسين يمثل محمد صلى الله عليه وسلم. عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من، ماذا قصد؟ قصد أنه الحسين يمثل الإسلام، يمثل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا طريقه. وكان عندما قال أريد أن أمر بالمعروف، إذن عملية إصلاح وأنهى عن المنكر، عملية إصلاح. اليوم الشباب يمر حقيقة، نرى اليوم يحتاجون هكذا محاضرات وهكذا وعي، لأن الحسين يمثل الصورة الصحيحة للإنسانية. اليوم شبابنا أخذ طريق المثلية، أخذ طريق الإلحاد، أخذ طريق المخدرات، فنحتاج هكذا مواضيع لتوعية تصحيح الأمة نحو الطريق الصحيح، طريق الإسلام الصحيح، طريق محمد الصحيح، طريق الإسلام الأصيل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج، وعندما قال أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، نعم إنهم يمثلون الرمزية المحمدية، يمثلون الرمزية الإنسانية، يمثلون الرمزية الإسلامية. هكذا كان منهج الحسين عليه السلام في ثورته ونهضته، هي لتوعية الأمة والخدمة الإنسانية وخدمة الإسلام جمعاء. الحقيقة اليوم المحاضرة الحسين وعي. الحسين مو بس طقوس وشعائر ولطم وبكاء ومشي، لا، وإنما أساس الحركة الحسينية أو النهضة الحسينية أو الحدث الحسيني الكبير اللي يعتبر أول احتجاج في التاريخ الإسلامي، أول احتجاج وأول ثورة ضد الطغيان وضد الانحراف الأموي وضد حكام بني أمية أبناء طلقاء الذين حاولوا أن يرجعوا جاهلية مرة ثانية ويقضوا على دين جده محمد. فلذلك قام الإمام الحسين بهذه الحركة الاحتجاجية رغم قلة الناصر، يعني مو أكثر من 73 نفر، ولكن خلدت هذه الثورة وبقيت وتمددت وتعولمت وتعملقت وأصبحت في كل كرات، يعني في كل الكرة الأرضية. هي حركة وعي لمعرفة حقوق الإنسان ومعرفة واجبات الإنسان وعدم الرضوخ إلى الطغيان وعدم التطبيع مع العدو الذي يحاول أن يسرق خيرات الناس الفقراء. ولذلك أنا أعتبر اليوم حركة الإمام الحسين عليه السلام حينما قال ليزيد لا مثلي لا يبايع مثله، والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أفر فرار، اليوم نستفاد منها بعدم التطبيع مع إسرائيل، مع العلم الوطن العربي وبلدان الخليج وتقريبا كل بلاد العربية هرولت نحو إسرائيل وهرولت نحو التطبيع والمصافحة والاعتراف بالعدو الإسرائيلي. الحسين يمنحنا القوة العظيمة لأن لا نطبع مع العدو، لأن هذا العدو مغتصب إلى أرض فلسطين، مغتصب إلى المراكز الإسلامية المهمة، إلى القدس الشريف، إلى كنيسة يوم القيامة. يعني حتى يعني أكو مراقد مسيحية مهمة جدا اغتصب عدو صهيوني. نحن الآن نستفيد من حركة الإمام الحسين في تركيز الوعي، الوعي لحب الوطن، الوعي لحب الإسلام، الوعي لحقوقنا كناس، حتى لا نتنازل عن حقوقنا وينهبها السراق والفاسدون، وكذلك ضد الهيمنة الأمريكية وضد الاحتلال اللي لا زال موجود في بعض أجزاء الوطن العربي. باختصار هذه المحاضرة تعلمنا أن نركز في الحركة الحسينية، هي حركة وعي وحركة ثقافة وحركة احتجاج ضد العدو وضد الهيمنة وضد الاستعمار. ونتمنى من الشباب أن يحضر هذه المحاضرات، حضور الشباب قليل في هذه الندوة، أكثر شيء حضور كبار السن. الشباب هم قادة المستقبل، لا بد أن يفهموا أن الحسين إضافة إلى الطقوس والشعائر والحزن مطلوب والبكاء والتذكير، ولكن حركة وعي لعدم قبول السارق وعدم قبول الفاسد في الدولة العراقية ورفضه والإتيان بناس أكفاء ونزيهين لكي يحكموا البلد. اليوم إحنا كواجبنا كإعلام وأنتوا ممكن كحركة وأي فئة معينة نحتاج إلى الوعي الحسيني في مجتمعنا. اليوم شنو استفاديتوا أولاً من الندوة؟ والله حقيقة هناك كانت معلومات قيمة جداً. طبعاً الباحث أخذ وقت طويل في جمعها وتصنيفها، عدة مصادر، هذه تلخص للمجتمع ما استفادينا منه. هي حقيقة بأنه
هل الإمام الحسين فقط عبرة أم عبرة؟ نحن نقول هو عبرة وعبرة، ولكن في الحقيقة هو أعلى من عبرة وعبرة. حقيقة نقول الإمام الحسين ثورة، بل هو أعلى من ثورة، هو نهضة. فنحتاج إلى تصحيح بعض المفردات، ونحتاج إلى تصحيح وإعادة النظر في تعاملنا مع النهضة الحسينية المباركة. كيف ذلك أستاذ؟ الاعتماد على العقول النيرة، ترك ما نقول كل الموروث، وإنما ترك ما هو مستهلك من الموروث، والعودة إلى العلوم الحقيقية، العودة إلى العلوم الحديثة، الأساليب الحديثة، الفكر الحديث. لأن نحن الآن نخاطب طبقات شابة، علينا أن نعرف أن هذه الطبقات ابتعدت كثيرا عن الموروث. طبقات أستاذ محاربة بالحرب الناعمة فكريا طبعا. بالضبط. هذه اليوم الموروث لا يجيب عن تساؤلات الشباب، نحتاج إلى من يستطيع الإجابة عن تساؤلات الطبقات الشابة، والإقناع أيضا بالحجة والدليل، حتى نتمكن من خلق مجتمع يؤمن بالإمام الحسين بشكل صحيح، ويؤمن بمبادئه، ويؤمن بمقدرات هذا البلد. احنا اليوم نشوف صار أصبحت ثورة الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين ونهضته أصبحت مستهلكة، بين رأينا من هو معتبر بأن يكون قيادي في مجتمع يقلل من قيمة وأهمية الإمام الحسين ونهضته وكل تضحياته من أجل رفع عبد بسيط أو إنسان بسيط على وجه هذا. مشكلة بالتوظيف أستاذ، شكرا جزيلا. حياك الله، مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة ما أتت من فراغ، أتت من جهل، وأتت من صنمية وعبودية، ونهضة الإمام الحسين هي أساسا ضد الجهل والصنمية والعبودية. حياك الله. الله يحفظكم. أكيد مشاهدينا الأحبة، هذه كانت ندوة هذا اليوم في وعي من أجل توعية أيضا في نهضة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا واجبنا جميعا سواء كنا إعلاميين أو في المجتمع. شكرا جزيلا لحسن المتابعة.